هذا لا يرضاه الله ولا رسوله ولا الضمير الحي. لا يجوز الكذب على أحد لكي تسقط مثابته وتسيء إليه بأي حال من الأحوال. هذا كذب أيها الإخوة. الوهابية لم ينجوا من هذا. العلامة أحمد زين دحلان مفتي الشافعية بالديار المكية له أكثر من كتاب وكتيب على الوهابية. في مواضع معينة افترى عليهم حقيقة وغلط عليهم غلطا واضحا، ولا يمكن أن يثبت للأسف صحة إيماءته به في بعض المواطن. يعني ادعى مرة قال أن الظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه ادعى النبوة. هذا غير صحيح، لم يحدث هذا مرة. ابن عبد الوهاب لم يدع النبوة. قال وكان يكره اصطلع رسول الله، وهذا غلط وكذب. وكان ينهى عنها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أين إثبات هذا؟ الله يحب الإنصاف مع الموافق والمخالف مع جميع الفرق. هذا دين يا إخواني، هذا دين. للأسف الوقت تضايق، سأختم. أترك الأمثلة، أمثلة كثيرة جدا يا إخواني، عن المعتزلة وعن الخوارج وعن الزيدية، أمثلة كثيرة عنا، عن الأشاعرة الكذب علينا كثير جدا جدا، وأننا جهمية وأننا معطلة، وكل هذا كذب. لسنا جهمية، ونفارق الجهمية في أكثر أصولهم إن لم يكن في كلها أيها الإخوة. كيف يقال أشاعر جهمية؟ كذب، كذب وقاح. ابن تيمية كذب عليه في زمنه من القاضي المالكي ابن مخلوف المالكي. قال ابن تيمية يقول الله في زاوية، يجلس في زاوية وقد ولد ولدا. كذب هذا، عمره ما قال ابن تيمية كذب. لا يزال هؤلاء يكذبون بعضهم على بعض، علماء وقضاة. والله محنة عظيمة يا إخواني، محنة عظيمة جدا جدا. لم أكمل لكم قصة الأخت الشيعية هذه. المهم أنا طمأنتها ثم ختمت، قالت طيب دكتور سني تقدم لخطبتي، هل أتوقته؟ أنا شخصيا أحبذ هذا، أحبذ أن يتزوج السني شيعية والشيعي سنية. قالت لي من أجل ماذا؟ قلت لها حتى يعرف بعضنا بعضا عن قرب، وسوف ترى أنه مسلم مثلك مثله تماما، ليس ملحدا، ليس زنديقا هذا السني، وحب الدين وحب أهل البيت. وكذلك لو حدث العكس تقترب الأمة بعيدا عن تهيج العلماء وتعبئة العلماء أيها الإخوة. لابد أن نقترب، وفي النهاية لابد أن نقتصد في عرض ديننا. ديننا بسيط أيها الإخوة ومحصور. قضية تبسيط الدين أيها الإخوة تخدم قناعة الناس بدينهم. اثنين، تخدم إمكانية تبرير الناس لاختياراتهم الدينية. ليش أنا مسلم؟ لأنه المسألة بسيطة، 1 2 3، سهل جدا جدا قرآنيا. لكن إذا أبيت إلا أن تضم إلى القرآن 10,000 صفحة في علم الكلام والعقائد، أنا أقول لك ستضطر معظم الناس على الإطلاق أن يسلموا مقاداتهم ورقابهم لمن؟ لمرجعياتهم وعلمائهم، وتستمر مسألة إيش؟ التعصب والغوغائية. انتبهوا، أيوة، وما أساس الدين كهنوت تصير. لا لا لا، الدين بسيط، كل أحد يستطيع أن يعرف في أركانه وأن يبررها كما قلت لكم ببساطة من كتاب الله تبارك وتعالى، دستور الهداية، دستور الهداية. ياما في ناس كفار غير مسلمين قرأ ترجمة للقرآن وأسلم دون أن يلتقي بأي شيخ. قال جميل، واضح جدا، الله هو كذا كذا كذا، النبوات كذا، عقيدة واضحة، أنا اعتقدت بهذا، مسلم هذا، ولو مات يموت على الإيمان. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يكلف أحدا أن يتحقق من أحد بشيء خلاف الظاهر أو وراء الظاهر. قال تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة. لا، مؤمنة، طب شفت غلط، مؤمنة. ليش تبتغون عرض الحياة الدنيا؟ قال لا طبعا، لأنه قد يقول قائل لا، هذا قالها، هذه علامة الإسلام، ما يدريني أن الإيمان دخل قلبه. والله قال لك وش دخلك بالإيمان أنت؟ هل الإيمان أنا الذي يفتش عنه؟ ما في عندنا حاكم تفتيش، فقط أنت لك من أخيك أن يظهر الإسلام. هذا مسلم مثلنا مثله، له ما لنا وعليه ما علينا. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. عجيب، كان الأولى قد يقول قائل أن يقول لست مسلما، لا، لست مؤمنا، لأنه نفي الإسلام مستحيل هنا. هو قال لك أشهد أن لا مسلم، فأنت تقول سأنفي إيمانه لكي أذبحه وأخذ غنيماته كما فعل بعض الصحابة وعاتب الله عليهم عتبا شديدا. اترك الإيمان لله، اترك الإيمان لله، وعليك بظاهر الإسلام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة، ونسألك بعزك وقدسك وجلالك وبهائك وجمالك أن توحد هذه الأمة